والكمجان. احنا مكملين على الجملة التانية. Have you seen my book؟ فراغ. لاحظ انه هاي الجملة عبارة عن سؤال question، مع انه question اذا الخيارات اللي بدها تخطر على بالي على طول هي مجموعة any. فهل انا بقدر اقول anywhere ولا anyone ولا anything؟ بدي اشيل كلمة anything لاني انا عم بسأل عن شيء محدد اللي هو الكتاب. اذا كلمة thing هيو كتاب، ما بدي كلمة thing. بدي اشيل كلمة anyone لانه انا عمالي عندي subject. Have you seen my book؟ You. Have you. ضلت عنا Have you seen my book anywhere؟ anywhere في اي مكان. حدا فيكم شاف كتابي بمكان ما؟ اوكي، بتصير الجملة منطقية. الجملة الثالثة. Could understand the message. It is unreadable. طبعا لازم تقرأ الجملة للآخر لحتى تفهمها. لاحظ انه الموقع الفاضي هو لسبجكت. هذا اولا. ثانيا، كلمة understand فهم، شو هو الاشي الوحيد اللي بيفهم؟ هو الاشخاص. فاذا المجموعة اللي انا بدي اتعامل معها اللي هي مجموعة one. فأنا ماشي، مين بدي أختار من one؟ هل هي someone ولا anyone ولا no one ولا everyone؟ لو بدي أقول everyone understand the message، فإذا خليني أشوف كمالة الجملة. It is unreadable، المسج غير مقروء. بما أنه غير مقروء، فهل قدر حدا يقرأه؟ إذا لا، ولا حدا قدر يقرأه، فبقول no one could understand the message.